هاي بنات، اهلا بيكم في ماي شانل من ميز ميك اب. في الفيديو ده هنتكلم على ريفيو عن هير سبراي من نيلفين. ده الهير سبراي انا هتكلم عنه في الفيديو ده. هتكلم عن كل حاجه حلوه وكل حاجه وحشه في الهير سبراي ده. اول حاجه حلوه فيه وبحبها جدا، انا بستخدمه بقالي سنين طويله، انا مش فاكره كم علبه انا استخدمتها، بس دايما بستخدم حاجه ثانيه وبرجع له تاني. فاول حاجه انا بحبها فيه فعلا هي ان حجمه مناسب جدا، حجمه متوسط، لا هو صغير قوي ولا هو كبير قوي. معظم الهير سبراي اللي انا استخدمته كلها علب عملاقه، اللي هو عملاق يعني، لان طبعا هير سبراي بستخدمه كتير، انما ده حجمه كونفينينت جدا وكويس جدا. هو حوالي 300 ملي، فهو كويس قوي، حجمه مناسب قوي ان انت لو عايزه تاخديه معاكي وانت مسافره. هو حتى هو العلبه دي فاضيه، حتى هو لسه جديد ما هوش تقيل خالص، فلو محتاجه حاجه تاخديها معاكي في السفر او محتاجه حاجه تاخديها معاكي في الشنطه، لو معاكي شنطه ايد كبيره شويه وهتحتاجي ان انت تقعدي مثلا فتره طويله بره، طول اليوم بره البيت، وهتحتاجي ان انت تعملي ريتاتش لشعرك في مناسبه او حاجه، محتاجه حاجه انها مع هير سبراي هو يكون معاكي في الشنطه، ده حجمه مناسب جدا تاخديه معاكي في الشنطه مع بقيه حاجاتك، وتقدري تعملي بيه ريتاتش وترشيه على شعرك في اي وقت، لانه كويس وحجمه صغير مقارنه باي هير سبراي انا استخدمته تاني، فحجمه معقول جدا وسعره كويس مقارنه بحجمه. بالنسبة لي الحجم مناسب جدا خصوصا للسفر، ولو هنقعد مثلا فترة طويلة برا البيت ومحتاجين نعمل ريتاتش. بالنسبة لتاني حاجة انا بحبها في السبراي ده، وهو ان انت ممكن تقدر تستخدميه كذا مرة في نفس المكان او كذا مرة ورا بعض، يعني لو رشيتي مثلا كمية كبيرة منه مرة واحدة، او لو عملتي ريبيت، يعني رشيتي مرة بعد كام ساعة رشيتي مرة تانية على نفس المنطقة وهكذا. اجمل حاجة في المنتج ده ان هو حرفيا ما بيخليش الشعر جريسي او يكتل او يجلد بمعنى صح، او حتى لو انت غسلاه ما بيحسسكيش الاحساس ده خالص زي اي هير سبراي تاني. زي ان هو ما بيعملش اللي هو البودره البيضاء، لو انت مثلا رشيتي كميه كبيره من الهير سبراي بتلاقيه عمل بودره بيضاء على شعرك، بتبقى رخمه جدا وما بتروحش، حتى لو سرحتي الشعر بفرشه ضيقه جدا انت تحاولي تشيلي الكتل البيضاء او اللون الابيض اللي في مكان الهير سبراي، لو رشيتي كتير او رشيتي اكتر من مره في نفس المكان بيبقى رخم جدا ما بيروحش، لازم الشعر يتغسل. احسن حاجه في المنتج ان هو فعلا ما بيعملش اي حاجه من الحاجات دي، بيخليش الشعر يجلد او يزيق او حس ان هو محتاج يغسل اسرع من المعتاد، وما بيعملش اي وايت ريزيديو او البودره البيضاء على الشعر دي خالص. بمجرد ان انت لو رشيتيه على شعرك مجرد سبتيه ينشف اوكي ومشيتي بالفرشه، حتى لو رشه كتير ومشيتي بالفرشه على المكان انت حاطه فيه السبراي حرفيا ولا كانك كنت حاطه اصلا حاجه، فلا هتحسي بالتزييقه او تجليده مطرح الهير سبراي، ولا هتشوفي اي بودره بيضة خالص حتى لو رشيتي كتير. ودي حاجه ميزه فيه انا ما لقيتهاش في اي هير سبراي تاني لحد دلوقتي. لكن الحاجه الوحشه الوحيده اللي موجوده فيه هي حاجه حلوه ووحشه في نفس الوقت، ان هو الايفكت بتاعه ما بيقعدش فتره طويله. يعني انت لو عايزه حاجه انها في مناسبه مثلا وان انت تحط رشيه على شعرك يقعد اليوم كله، ده مش للموضوع ده خالص، ده للاستخدام اليومي للريتاتش، الحاجات السريعه، لو مشاوير سريعه او انت رايحه مكان ما فيهوش هوا جامد، او انت مش هتقعدي تعبي في شعرك كل شويه. انما انت عايزه حاجه تثبت شعرك طول اليوم فتره طويله، اللي هو لونج لايف يعني افكت، ده مش ليه خالص. دي الحاجه الوحيده الوحشه فيه، الافكت بتاعه ما بيقعدش فتره طويله، لو في مكان فيه هوا او لو حركت انا ايدي في شعري الافكت بتاعه راح ولا كاني كنت حاطه اي حاجه خالص. فعشان كده هو كويس في الريتاتش، ان انت لو مثلا محتاجه ان انت الدنيا هوا، او محتاجه ان انت تعملي ريتاتش لشعرك خلال اليوم انت حاطه البتاع ده السبراي ده، فهو مش بيجلد شعرك، مش بيعمل اي خطوط او بيعمل لون ابيض على الشعر خالص، وبيدي افكت اللي انت محتاجاه لوقت معين. حلو قوي، يعني
بالنسبه لي علشان خاطر انا مش بقعد فتره طويله، ما بحبش، مش محتاجه يعني مثلا بشعري لشكل معين فتره طويله في مناسبه كده، فده بالنسبه لي كويس جدا. فانا دايما بعمل سويتش ما بينه وما بين حاجات تانية، ودايما برجع له تاني عشان حجمه، عشان الافكت بتاعه، عشان خاطر ما بيخليش شعري يجلد ويبقى محتاج ان هو يتغسل بشكل اكتر من المعتاد زي بقيه الهير سبرايز التانية، زائد ان حجمه صغير وممكن اخده معايا لو عايزه. فهو كويس جدا في كل الحاجات دي ما عدا بس الافكت بتاعه ما بيقعدش فتره طويله. فلو انت محتاجه حاجه الافكت بتاعها ما بيقعدش فتره طويله ده ممتاز جدا، انما لو غير كده ده ما ينفعش للمناسبات على الاطلاق. فبالنسبه لي انا بحب الهير سبراي ده جدا، ودايما بستخدمه، يعني بقالي فعلا سنين بستخدمه وبغير وبستخدم حاجات تانية وبرجع له تاني. فده حاجة من الحاجات المفضلة ليا، فانا حبيت ان اكلمكم عنه. ودي خلصت، انا عايزة اجيب واحدة تانية عشان فعلا يعني حقيقي انا ما اقدرش اعيش من غيره تقريبا، يعني لحد ما الاقي حاجة تانية افضل منه. فده كويس جدا. ده بالنسبة للريفيو بتاع النهاردة، اتمنى اكون ان انا اكون قلت كل حاجة عنه ما نسيتش حاجة. بس كده اتمنى يكون الريفيو عجبكم واستفدتوا منه حاجه. وطبعا كان عاده ما تنسيش اعمل كومنت لايك وسبسكرايب وتشير الفيديو مع اصحابك. ولو حابين الفيديو تنسيش تتابعوني على الانستجرام وعلى الفيسبوك، اللينكات دي موجوده في الديسكربشن بوكس تحت. ما تنسيش تضغطي على الجرس اللي جنب سبسكرايب عشان يوصلك نوتيفيكيشن كل مره ارفع فيها فيديو جديد على الشانل. واشوفكم قريب في الفيديو الجاي. احبكم كلكم، باي.